La 10e édition du baromètre des entreprises en Tunisie, l'ISALEP 2024. سعيدة جدا اليوم تجي بحذايا زادة مدام نجا الغربي المدير العام لصندوق الودائع والإمانات. أهلا وسهلا بك، مرحبا. شكرا لك. شكرا لك. حكينا قبيلة شوية مع مختلف الضيوف على شنو هو لي ميساج اليوم اللي وصلوهم المؤسسات، 251 مؤسسة استجابت للأسئلة اللي قدمتها EY. وصلنا اليوم للباغومتر هذايا وتم الحديث الكثير من المحطات على أهمية الاستثمار في القطاع الخاص، عودة برشا النقطة هذه. اليوم نرجع معاك منكم مدام نيجي، شنو هو دور CDC في تعزيز تمويل القطاع الخاص والاستثمار بالنسبة للمؤسسة التونسية؟ شكرا. هو صندوق الودائع والأمانات بصفة عامة هو مستثمر عموم، لكن مستثمر يتدخل الاستثمار في مشاريع كبرى والا لمساندة مؤسسات صغرى ومتوسطة. وهذا الدور اللي قاعدين نقوموا به واللي مركزين عليه الفتره الاخرى، باعتبار اللي صندوق الودائع والامانات قبل كل شيء هو سيتان انفستيسور اقول كونترا سيكليك، معناها يتدخل في معناها لي مومون دو كريز، معناها وقت يبدا فما ازمه لازمنا نكونوا ندخلوا، لازمنا نكونوا حاضرين باش نجاوبوا على متطلبات السوق. صندوق الودائع والامانات يركز اكثر على الاستثمار عن طريق راس المال ولا شبه راس المال، معناها الهدف نتاعنا هو ان نقوي المؤسسات هذيا باش تكون عندها اموال ذاتيه هامه اللي تخليها تنجم تمشي معناها للقطاع البنكي باش تاخذ التمويلات اللازمه، خاطر راهو التمويل مش كان من القطاع البنكي، ثم زاد الاستثمار عن طريق راس المال. هو هذا اهم، خاطر يعطي صلابه ماليه للمؤسسات هذه ويخليها قادره انها تزيد تاخذ التمويلات من القطاع البنكي. علاش معناها ركزنا على الجانب هذا؟ على خاطر تو عندنا اشكال كبير اللي عديد المؤسسات الصغرى المتوسطه ما عندهاش اموال ذاتيه كافيه، كذلك ما عندهاش قدرة على انها تجابه المتطلبات نتاع معناها التطور التكنولوجي وغيره اللي هي تطلب استثمارات. ورينا كذلك حتى في البارومتر اللي راهم الكلهم معناها مستعدين باش يزيدوا يعملوا استثمارات، لكن بالقدرات الذاتيه ما ينجموش، يلزم معاهم مستثمرين اللي يعاونوهم باش يحققوا الاستثمارات هذه. وهنا يجي دور صناديق الاستثمار، واحنا ندخلوا عن طريق صناديق الاستثمار. الاضافه اللي زدناها في الفتره الاخيره بعد معناها ازمه كوفيد والازمه الاوكرانيه، قلنا نركزوا اكثر على الريستركتوراسيون اللي هي الصناديق اللي لاعاده هيكله المؤسسات هذه. وهنا معناها فيه مخاطره بالنسبه لصناديق الاستثمار، لكن باش تعطي نفس كبير للمؤسسات وباش تخلي المؤسسات اللي كانت تمر بصعوبات ظرفيه قادرة انها ترجع للسيركل تاع الفينانسمون بانكير، حتى هما لو جور باش تولي مصنفه ما عادش تخرج من القطاع البنكي يمولها. وهذاك علاش تم التركيز اكثر على صناديق اعاده الهيكل. ممتاز جدا، شكرا لك على التوضيح. نفكر مدام نيجي غرب انت فاهمه لك سبيكرز بعد شوي ابتداء من 9:30 حتكشي ل 11:30 نجموا نتابعوك على الباج نتاع EY كارير على لينكدين EY وعلى صفحه اكسبريس اف ام. شكرا لك مدام نيجي الغرب المديره العامه لصندوق الودائع والامانات. احنا نشوف فاصل صغير.